لو الحكايه فيها ان فيجو. 2011 في ظل سيطره الثوره المضاده على الدوله المصريه وانتقام النظام القديم من الثوار والدجيل بهم بالقتل والاعتقال والتشهير، كان لزاما علينا نحن المجموعات التي دعت الى التظاهر في 25 يناير والاحزاب التي ولدت من رحم الثوره ان نعيد ترتيب اولوياتنا ونراجع مواقفنا السابقه ونعيد الامل الى جمهور الثوره الذي المه عوده نظام مبارك الى الحكم بصوره اكثر وحشيه وجهل، وصلت الى حد تبرئه القتله مبارك ووزير داخليته ومساعديه لقتل الثوار. بعد ان اختلفت بنا السبل وزرعت الدوله الامنيه الشقاق بين الصف الثوري واجبرتنا على الدخول في معارك جانبيه وبدلا من التواجد في الميادين وبين الناس انغمسنا في الدفاع عن المعتقلين والتنقل بين طرقات المحاكم وممرات السجون. بعد ان قام النظام الجديد القديم باغلاق كل نوافذ التعبير السلمي عن مطالب الثوره وقمع كل صوت حر ينادي بالعدل والحريه والكرامه، عادت الثوره لتجمع ما فرقته السياسه، وعاد الحكم ببراءة مبارك وقتلت المتظاهرين الروح إلى جموع الثوار والاشتياق إلى زحمة الميادين وهدير الهتافات. فكانت مظاهرتنا السلمية يوم السبت 27 نوفمبر في ميدان عبد المنعم رياض، والتي انتهت بقتل 2 من المتظاهرين واعتقال العشرات، مما أظهر هشاشة النظام العسكري الحاكم وغباءه الذي صور له أن العنف الأمني هو السبيل الوحيد لحماية عرشه. وعليه فقد أخذنا على عاتقنا تلبية دعوة بعض أهالي الشهداء بالتظاهر يوم 5 ديسمبر 2014 الجمعة لاسترداد حقوق الشهداء التي أهدرها النظام الحاكم، وعقد محاكمة شعبية لمبارك والعدلي والقتلة من الداخلية، يقول الشعب حكمه ويقول أصحاب الدم كلمتهم بعد أن برأهم القضاء. وندعو ملايين الشعب المصري ممن شاركوا في مليونيات الثورة منذ 25 يناير إلى العودة للميادين للزودي عن آخر مكتسبات الثورة وهو محاسبة القتلة، فنعيد تشابك الصفوف ونظم القيود. ولتكن رسالتنا قوية بوجه نظام مبارك الحاكم بأن الثورة لم تمت بعد، وأن تحت الرماد ثمة جزوة مشتعلة لا تهدأ تزكيها دماء شهدائنا الأبرار وأنين رفاقنا في المعتقلات. ستشتعل يوما لتحرق قصورا بنيت على أحلام الشباب وتزلزل عروشا قواعدها الظلم والطغيان. وإذا كانت الدولة قد أصدرت كلمتها ببراءة نظام مبارك، فافتحوا الميدان ليجتمع الثوار ويقولوا كلمتهم فيحاكموا مبارك، أو لنحاكم أنفسنا وملايين المصريين على ثورتهم ضد فساد واستبداد نظام. المشاركين: حزب مصر القوية، حركة شباب 6 ابريل جبهة احمد ماهر، حركة شباب 6 ابريل جبهة الديمقراطية، اشتراكيين الثوريين، حركة شباب من اجل العدالة والحرية.